هلو يا سيبلين، اليوم جيت باش نعطيكم بعض النصائح باش نحاولوا نتعايشوا ما امكن مع هذه الفتره اللي صعيبه اللي كنمروا منها، فتره ديال الكونفينمون او لا الحجر الصحي، ونحاولوا نخرجوا منها باقل خسائر ممكنه على المورال ديالنا وعلى الصحه النفسيه ديالنا. اول حاجه يمكن لي ندير هي انني خصني نعرف ونفهم مزيان نوع ديال الشعور اللي كيخلقو عندي لو كونفينمون، ليموشن اللي كتجينيريها لو كونفينمون. هاد الشعور هذا وليموشن كتختلف من شخص لاخر، وهي سي بروبر لكل واحد، ما عندها علاقه بالناس الاخرين. دونك كاينين الناس اللي غيحسوا بلا كولير، مقلقين معصبين، كاينين الناس واحد اخرين اللي غادي يحسوا بالخوف، كاينين الناس واحدين اخرين اللي غادي يحسوا بلونكسيتي القلق. دونك كل واحد وبشنو كيحس. ثاني حاجه هي انني خصني نتقبل هاد لي زيموشن اللي كنحس بهم، هاد الشعور السلبي اللي كنحس به خصني نتقبلو. معنى انني نتقبلو ماشي معنيتها انني جو دو با مي ليسي الي سوبمرجي بار سيت ايموشن، يعني ما خصنيش نخلي هاد ليموشن تغلب عليا وتعيشني في واحد الحاله اللي ماشي هي هذيك. خصني نفهمها ونتقبلها ماشي نخليها تغلب عليا. حاجه عاديه وطبيعيه اننا نحسوا بديزيموشن نيجاتيف في لا في ديالنا ديال دائما، خصوصا في هاد لي سيتوياسيون اللي كيكونوا ديفيسيل. دونك خصني نتقبلها ومن نخليهاش سوبمرجين. اون فوا تقبلتها خصني نكومونيكي، خصني نهضر عليها نخرجها، يعني غادي نقول نهضر مع صحابي مع لا فامي مع اي واحد، المهم خصني نكومونيكي عليها نهضر عليها ونقول فوالا انا كنحس بهادي وهادي مخلوعه. كل واحد وشنو غادي يقول على حساب شنو الاحساس اللي كيحس به. فاش كنأكسبتيو لي زيموشن ديالنا لي زيموشن نيجاتيف كنقدروا نخدموا عليهم، كنقدروا نريغوليوهم، هي اللي كنسميوها لا ريغولاسيون ايموشنال. ما تخلوش غير تسمو ريغولاسيون ايموشنال تقول شي حاجه صعيبه، هي بطبيعتنا حنا الانسان كاننا قدره اننا نديروها، كلشي كيعرف يديرها بلا ما يفهم علاش اكزاكتومون، مي كنقدروا نديروها وكنقدروا نديروا لا ريغولاسيون ايموشنال ديالنا بوحدنا. ثالث حاجه هي انني خصني نحاول نلقى دو بوزيتيف، لقى شي حاجه ايجابيه في هذا لو كونفينمون. كل واحد فينا يقدر يشوف من زاويه واحده اخرى، زاويه اللي غادي تبين ليا الحاجات لي بوزيتيف في هاد لا سيتوياسيون اللي كاينه اكطوال. دونك اول حاجه اللي نقدروا نشوفوها ونشوفوها كاملين الا فكرنا شي شويه هو بان هاد لا ميزور دو سيكوريتي ديال اننا نبقاو في ديورنا هي حاجه ايجابيه. علاش ايجابيه؟ لانها غادي تمكننا من اننا نقدروا نغلبوا على هاد التفشي ديال هاد الوباء، نقدروا نحكموه غابيدمون، اننا غادي نبروتيجيو راسنا ونبروتيجيو الناس اللي عايشين في المجتمع معنا. دونك غادي نشوفوا هاد لو كوتي بوزيتيف. زائد كل واحد فينا عنده ان كوتي بوزيتيف اللي يقدر يشوفه في هاد لا سيتوياسيون. كاين اللي غادي يشوف مثلا بان عنده وقت اكثر، بان يفيق بشويش عليه يرتاح اكثر. كاين واحد اخر اللي غادي يبان ليه شي حاجه واحد اخرين، بحال انه غادي يجلس مع لا فامي ديالو مع وليداتو اكثر، اللي عنده الوليدات مع لي بوز ديالو ولا مع لو ماري ديالها اكثر. دونك كاين دائما ان كوتي بوزيتيف كل حاجه، كيخصنا غير حنايا on doit se focaliser sur le ce côté positif باش نقدروا نقصوا من هذيك من حده ديال داك ليموشن نيجاتيف اللي كنحسوا بها واللي هي حاجه طبيعيه اننا نحسوا بها. رابع حاجه هي انني خصني نلقى شي حاجه pour me distraire، شي حاجه باش نقدر نواجه هذا الشيء اللي حنا فيه دابا، شي حاجه اللي تدخل عليا البهجه ونحس براسي نشطه لا بونيمور ايتترا. الوغ كيفاش يمكن لي نديرها؟ كاينين دو بوين، كاينه لا ديستراكسيون انترن يعني
ديالي لداخل في الذات ديالي. كيفاش يمكن لي نديرها؟ هي انني غنحاول نفكر في شي حاجات لي بوزيتيف، غنحاول ندخل راسي في اون بول دون دو بوزيتيف اللي غيكون فيها كل شيء ايجابي وتبان ليا غير الحاجات لي زوينين. اولا نقول بان فوالا اون فوا غادي نسالي هذا الشيء، اون فوا يكون كل شيء مزيان جو في فيغ سا وغنديرو هادي وغنصوبو هادي. المهم خصني نشوف شي حاجات، جو دوا بونسي ا دي شوز بوزيتيف. أولا كاين لو دوزيام بوين اللي هي لا ديستراكسيون اكسترن. اكسترن يعني غادي ندير ديزاكتيفيتي اللي غادي يعاونوني انني ندخل دو لا بون هومور في حياتي وما ندخلش في ديك لا سبيرال دو لا نيجاتيفيتي، لا سبيرال ديال الحاجات السلبيه نبقى كنعيش فيها لانها ما غاديش توصلني حتى حاجه. كيفاش ممكن لي ندير هاد لي زاكتيفيتي؟ كاين بزاف لي زاكتيفيتي، كل واحد شنو كيعجبو يدير. الوغ كاينين باغ اكزومبل نقدر نقرا دي ليغ، نقدر جو دونسي لا بغي، كاين اللي كيبغي يشطح، كاين اللي كيبغي يغني، كاين اللي كيبغي يمكن له يدير دو لا كويزين مع مع وليداتو مع لا فامي ديالو مع سون كونجوان. دونك يمكن لك دير لا كويزين وتاكل دو بيتي بلا، اولا تعلم دي بلا اللي ما كنتيش كتعرف ديرهم، اولا تعلم اوتر شوز، دير لوتو فورماسيون اولا لا فورماسيون اون لين على شي حاجه اللي انت كتعجبك وكتبغي ديرها وما مازال ما درتيهاش، اون لونغ، بلان دو شوز اللي يمكن لينا نديروهم. اولا يمكننا نديرو شي حاجات يدويه مانوال بحال الرسم، بحال كاين ناس واحد اخرين اللي كيعجبهم يديروا الطرز ولا يتعلموا الطرز ولا الخياطه ولا جو سي با. هي بزاف ديال الاكتيفيتي، هي دو سبور اوسي سي انتريسون، واحد يدير دو سبور منها يحافظ على لين ديالو، اي اوسي سا سا بيرمي انك كديجاجي وكتحيد داكشي كتخوي كاع داك لي نيجاتيفيتي في لو سبور. اولا كان كانوا عندك من لي زانفان كدير افيك لي زانفان، منها كتكون حتى ان مومون ديال ديال دو ديستراكسيون مع لي زانفان، كضحكوا تلعبوا، سا سا رانفورس لي ليان اوسي. دونك كاين بزاف ديال لي زاكتيفيتي، كل واحد خصو يختار غير نوع ديال لي زاكتيفيتي اللي كيريحوه. وخامس نقطة هي أنني يمكن ندير دي تكنيك دو ريسبيراسيون باش نحاول نقاد لو نيفو دو ستريس في الذات ديالي. دونك كاينه لا ريسبيراسيون اللي كنسميوها لا ريسبيراسيون كاري، كدار على أربعة لي زيتاب، وكاينه لا ريسبيراسيون ابدومينال اللي على فوا كتحاول كتهبط كتقاد لو ستريس اي اوسي كتخدم بها لي زابدومينو. دونك هادو سو سون دي تكنيك اللي غادي تقدروا تلقاوهم سور لا سور لو نت، فيهم ليكسبليكاسيون كيفاش كيداروا سون اوكان بروبليم. وما خصناش نساو بان هاد لا سيتوياسيون اللي حنا عايشين فيها هي اون سيتوياسيون ولا حاله باساجير غادي تدوز. دونك خصنا نبقاو في صحه مزيانه مورالمون فيزيكمون باش نقدروا اون فوا كلشي يتستابيليزا نرجعوا لي زاكتيفيتي ديالنا الحياه ديالنا اليوميه العاديه وحنا مزيانين. دونك غادي نوصلوا ان شاء الله الى درنا يد في يد ولا طبقنا كل لي كونسين اللي كيتعطاو لينا. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous souhaite que du bien. Bye bye.